بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون لقاء الأهلي والمحلة. قبل ما نروح لماتش النهاردة، في موضوع ما كنتش عايز أتكلم فيه بصراحة لكن لما يكون الوضع زايد عن الحد زي اللي شفناه امبارح، لا نقف ونتكلم، لأنه بصراحة أمر مطلوب، أمر مطلوب جماهيريا، وكمان يعني لازم يكون في عدالة. اتكلمنا قبل كده على مطالبة اتحاد الكرة بالعدالة، لا احنا بنطالب بقى بعدالة كمان في الملعب. لازم يكون في وقفة كبيرة. احنا دايما ومن ساعة ماتش الأهلي والزمالك اللي اتلعب بحكام مصريين أعلننا ثقتنا في الحكام المصريين، ولعبنا المباراة وحصل حاجات في المباراة وكسبنا المباراة وعدت المباراة على خير، والكابتن محمود البنا عمل المباراة كويسة أوي. طيب احنا بندعم الحكام المصريين وهنفضل ندعمهم، لكن الأخطاء لما تكون زايدة عن الحد وفي اتجاه معين، أو لما تكون في مباريات مهمة جدا، احنا بصوا مش بندافع عن فريق ضد فريق، لا، لكن اللي حصل امبارح قبل ما اتكلم، انا بأكن كل التقدير والاحترام للكابتن جهاد جريشة، والكابتن جهاد جريشة من الحكام الممتازين، لكن اللي حصل امبارح، اللي حصل من وقوع الكابتن جهاد جريشة في اخطاء بصراحة اهدرت حقوق فرق كتير، سواء بيراميدز سواء المنافس او اللي هو النادي الاهلي اللي ماتشاته متاجله، اللي لو لعبها كان هيبقى الفارق مثلا بدل 6 نقط بقى 5 نقط، بدل ما يبقى 4 نقط هيبقى 3 نقط. فالموضوع اللي حصل ماتش امبارح، لما تحسب حضرتك ركله جزاء في الدقيقه الاخيره وهي غير صحيحه بالمره، سيبنا من حكايه الاعاده، مش هتكلم في حكايه الاعاده اللي بيقولوا عليها، لا احنا بنتكلم على حكايه ضربه الجزاء من البدايه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ده مش كلامي. اولا يعني الواحد الحمد لله رب العالمين بيفهم في كرة شويه. انا اشتغلت في التدريب واشتغلت في التحكيم فتره كبيره. اول ما شفتها قلت مش بنالتي، بس قلت يمكن انا اكون انا مخطئ. شفت في الاعاده كذا مره، عايز اقتنع انها بنالتي. نادي الزمالك قدم شوط تاني هايل، مش هنتكلم على الحته دي خالص، انما انا بتكلم عن ضربه الجزاء اللي اتحسبت في الدقيقه الاخيره. جميع خبراء التحكيم اللي حللوا اللعبه دي وقالوا انها واضحه جدا جدا وضوح الشمس ان هي مش ركله جزاء. شفنا الكابتن ناصر عباس، كابتن احمد الشناوي، كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن سمير عثمان، وكابتن ياسر عبد الرؤوف خلي بالكم كان بيحلل في قناه ايه؟ في قناه الزمالك. يعني ركله جزاء حضرتك كابتن ياسر عبد الرؤوف في القناه بتاعتك بيقول لك انت خدت بيها نقطه ظلم مش من حقك. خلي بالكم دي مش أول مرة طبعا، شفناها كتير جدا السنة دي. أقول لكم أنا الأرقام لما تحسب عليك أو ليك كام ركلة جزاء المباريات الأخيرة، كل ال6 مباريات الأخرانيين لنادي الزمالك كل مباراة ركلة جزاء، وأنت أكتر فريق اتحسب لك ركلات جزاء، أنا بتكلم عن نادي الزمالك في الدوري. 10 ضربات جزاء لنادي الزمالك، 10 ضربات جزاء لو بصينا عليهم، سيبكم انا مش هتكلم، ممكن يكون انا مثلا ميال للنادي الاهلي ولو اني انا بحب دايما العداله. اكتر من نص ضربات الجزاء دي مش كلامي، مش كلام انا بتكلم على كلام محللين التحكيم، اكتر من نص ضربات الجزاء دي مش من حقك. وبعدين بنتكلم على ضربات الجزاء، هو لازم كل ماتش لنادي الزمالك يتحسب له ضربه جزاء؟ هي دي ايه، من الثوابت؟ يعني دي من الثوابت اللي بنشوفها في الماتشات دلوقتي ولا ايه؟ لازم نادي الزمالك لما يتزنق يحسب له ضربه جزاء؟ مين اللي قال كده؟ يعني ليه؟ انا ما بقولش تعمد، حاشا لله ما بقولش تعمد، انا بقول لكم انا عندي ثقه وجميع المسؤولين في النادي الاهلي عندهم ثقه في الحكام المصريين وهنفضل ندعمهم. لكن يا ريت لجنه الحكام تراجع الضربات اللي اتحسبت لنادي الزمالك وتشوف كام واحدة صح وكام واحدة مش صح. أنا بقول لكم إن على الأقل نص ضربات الجزاء دي مش صحيحة. إحنا بس بنطالب بالعدالة. قبل كده طالبنا بالعدالة في موضوع الجدول الدوري بالنسبة للنادي الأهلي اللي مستمر لحد 29 سبتمبر،
دلوقتي بنطالب بالعداله في الملعب. في منافسه، احنا في منافسه، المنافسه دلوقتي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، كل نقطه بتفرق، كل نقطه بتفرق. طيب عدينا من ركلات الجزاء او ركله الجزاء، شفنا طبعا امبارح برضو قدام الناس كلها وباجماع اراء التحكيم كلهم، طارق حامد لما ضرب بالكوع قدام الناس في وشه دي يعني من غير حاجه كده كارت احمر. هتقول لي ماشي، طيب لو عنده انذار هياخد على الاقل انذار، يبقى يطرد، يبقى ما يلعبش الماتش الجاي، ولا في حسابات يقول لك الماتش اللي جاي ماتش الاهلي، طيب لا اصل ممكن تتحسب، لا طارق يلعب، لا ما حدش يطرد من الزمالك دلوقتي. يعني هل في حسابات في الملعب في الموضوع ده؟ يعني احنا شايفين ضربه جزاء غير صحيحه، اتكلمنا فيها خلاص عدت ماشي. طيب الكروت سواء صفراء او حمراء، ايه في طبطبه في الموضوع ده برضو؟ يعني هو حضرتك بتركز في حاجات وحاجات لا؟ يعني انت ما شفتش الكلام ده امبارح يا كابتن جهاد؟ اكيد شفته. هتقول لي طب ما هو تراوري ضرب محمود علاء من غير ياخد طرد، يطرد. وبعدين في حاجه كمان يمكن هنجيبها النهارده برضو مع الكابتن ناصر، مش في فار ولا ايه؟ يعني مش الفار بيتدخل في الحاجات دي؟ يعني سيبك من ركله الجزاء، هو راح لركله الجزاء وهو كان تقديره ان هي لما الفار جابه ان هي بينالتي. طيب ده واحد من حقه ان ياخد طرد، مش من حقه يعني، لا هو من حقه ياخد طرد بصراحه. يعني هو طارق حامد كل ماتش لو انا حكم هديله طرد. ده ليه بقى؟ ده هل في حسابات عشان خاطر ماتش القمه بين الاهلي والزمالك قريب؟ طب خدوا اللي جاي. احنا شفنا اللي حصل بعد الماتش ولا ما شفناهوش؟ شفنا، لان الكاميرات كانت قريبه جدا من الهجوم اللي تعرض له كابتن جهاد جريشه بعد انتهاء المباراه، مش من كل لعيبه الزمالك ولكن بعض لعيبه الزمالك، وواضح بالفيديو على القناه اللي نقلت المباراه وعلى معظم المواقع جايبه فيديوهات وجايبه صور. هل هنشوف حاجه من ده في تقرير الكابتن جهاد جريشه؟ طيب الكابتن جهاد ما كتبش حاجه، هل هنشوف عقوبات بعد الرجوع للصور والفيديو ولا ودن من طين وودن من عجين؟ عشان برضه في مباراة قمة الاثنين الجاي، ونسيب الموضوع ده يتكرر، وأي حد ممكن يهاجم الحكم سواء جوه الملعب أو هو خارج من الملعب، ما خلاص بقى محدش هيحميه، رغم إن في إيه؟ اتحاد كورة ومسؤول عن هذه الأخطاء سواء من الحكام أو من اللعيبة. طيب حضرتك فين من الأحداث دي؟ طب فين لجنة الحكام؟ فين لجنة المسابقات؟ هل هنسمع حاجة؟ هنسمع اليومين الجايين هنشوف عقوبات مثلا، ولا تفكيرنا هيكون خلاص الماتش عدى وفي ماتش اهلي وزمالك جاي يوم الاثنين اللي جاي؟ يعني بصوا احنا عايزين العداله بس. اللي حصل امبارح في مباراه الزمالك وبيراميدز بصراحه ما كانش فيه اي عدل. فرقه بتلعب الشوط الثاني عامله شوط رائع ماشي، بس تكسب بالحق، يعني تكسب بالحق مش تكسب ظلم. ما علينا، احنا قلنا اللي لينا نقول اللي علينا. ماتش النهارده ان شاء الله قدام غزل المحله، وغزل المحله فريق مجتهد جدا 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 جدا، انا عن نفسي بعتز بيه جدا، تربطني علاقه، انا كمان تربطني علاقه وطيده مع نادي المحله ومسؤولين نادي المحله من زمان جدا. يمكن انا والدي وخالي لعبوا في فريق غزل المحلة من زمان جدا، ونادي عريق والمسؤولين بتوعه مسؤولين محترمين جدا على مدار التاريخ، وليه صولات وجولات كتير. بس اللي عايز اتكلم فيه قبل ما اروح لماتش المحلة، عايز اتكلم نصيحة بس لإخواني الصغيرين لعيبة النادي الأهلي أو أبنائي لعيبة النادي الأهلي، لأن في منهم قد ولادي. أنا عايز أقول حاجة، احنا مقدرين جدا وبنلتمس لكم العذر جدا 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 جدا، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي، انك تلعب مباراه كل يومين ده مش طبيعي. انا معاكم وهفضل ادعمكم، واحنا هنفضل هنا ندعمكم، هنا قناه النادي الاهلي ورا النادي الاهلي،
ورا لعيبه النادي الاهلي، ورا مجلس اداره النادي الاهلي، مع جمهور النادي الاهلي. طيب انا بس عندي ملحوظه بس صغيره بقولها لاخواني اللاعبين من غير اي قسوه او من غير اي شده في الحديث. انا عن نفسي بقول النادي الاهلي نادي بطولات، نادي الاهلي نادي بطولات. اوقات في الملعب انا عارف ان في مجهود زايد عن الحد، بس اوقات في الملعب العمليه بتبقى محتاجه اصرار وعزيمه واراده اكتر من كده شويه، محتاجه روح الفانيلا الحمراء كلنا عارفينها. عايز اقول لكم ان روح الفانيلا الحمراء دي ياما جابت لنا بطولات واحنا ما كناش الافضل فنيا ولا بدنيا في بعض المواقف، ياما جابت لنا بطولات. انت فريق بتلعب على بطوله، فريق كبير، فريق ممكن حتى لو انت عمال تضيع، حتى لو انت بتضيع وكسبان مثلا 1-0 او كسبان بفارق هدف، انت كفريق كبير ممكن تحافظ على الهدف ده لحد نهايه المباراه، خصوصا لو ما كانش الفريق اللي قدامك كمان صاحب انياب. طيب هنروح دلوقتي لزميلنا فاروق صلاح، ناخد منه بعض الحاجات اللي هي نتعرف منه عليها قبل المباراه ونشوف الاجواء قبل المباراه شكلها ايه، وبعدين اكمل كلامي مع حضراتكم بعد زميلنا العزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق، اتفضل. مساء الخير يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من احد القلاع يعني الرياضيه الكبيره جدا استاد غزل المحله، وتاكيدا على الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن ايمن على العلاقه اللي طيب دايما بتربط ما بين النادي الاهلي ونادي غزل المحله على يعني كافه على مر السنين، طبعا علاقه وطيده. لكن برضه انا باكد على هذا ان الكابتن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحله كان حريص جدا لدى وصول فريق النادي الاهلي لاستاد غزل المحله على توجه الى يعني غرف خلع الملابس فريق النادي الاهلي عشان يسلم على افراد الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ في مشهد وصوره يعني احنا بنتمنى ان احنا دايما نشوفها في كل ملاعبنا، ودايما احنا من خلالنا من خلال قناه النادي الاهلي يا كابتن ايمن لما بنلاقي لفته جميله او مشهد جميل لازم نتكلم عنه ولازم نشيد سواء كان في النادي الاهلي او في اي نادي تاني. دي من اللقطات اللي يعني زي ما حضرتك قلت تاكيدا على العلاقه اللي بتربط النادي الاهلي ونادي غزل المحله. طبعا بالامس كان فريق النادي الاهلي كان ادى مرانه الاخير قبل السفر الى المنصوره، طبعا النادي الاهلي كان بيقيم في المنصوره طبعا بقى يعني انت عارف على عدم وجود طبعا فنادق قريبه هنا في غزل المحله بيضطر الفريق ان هو يقيم في احد الفنادق القريبه في المنصوره. طبعا مستر بيتسو موسيماني بالامس كان اعلن قائمه الفريق لهذا اللقاء. طبعا استعاد محمود وحيد مع غياب طبعا بعض اللاعبين، غياب سعد سمير عن اللقاء الاخير طبعا بعد اصابته في اللقاء الاخير، وايضا استمرار غياب بدر بنون وايمن اشرف حمدي فتحي وجونيور اجي. النهارده طبعا الفريق كان تناول وجبه الافطار ثم كان التحرك سريعا من الفندق في المنصوره، ويعني كان في تمام الساعه 7:30 كان الوصول لفريق هنا لغزل المحله في تمام الساعه 8:30. اتكلم في طريق يعني اكتر من ساعه يا كابتن ايمن، يعني لدوا يعني اثناء الطريق كان في مساء يعني وموجود بعض الافراد في على يعني مصاف الطريق في بيشجعوا النادي الاهلي وبيرحبوا بالنادي الاهلي على جانبي الطريق. لدى وصولنا طبعا كان في تنظيم امني، خلينا برضو نشيد بالعمليه التنظيميه. طبعا مستر بيتسو موسيماني في المحاضره الفنيه الاخيره للفريق قبل التوجه الى الملعب اتكلم مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، واحده من المباريات طبعا خلاص دخلنا في مرحله الدور الثاني من المباريات في ظل ضغط المباريات. طبعا حاول ان هو يتكلم مع اللاعبين. طبعا النهارده في ظل بعض الغيابات النهارده زي ما التشكيل وصلك يا كابتن ايمن، النهارده مش هنشوف بيكهام في مركز الظهير الايسر للنادي الاهلي. طبعا النهارده فضل ان هو يريح احمد نبيل كوكا ويدفع بيه احمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الايسر مع وجود محمد هاني في الجانب الايمن. اقول لك طبعا يا كابتن ايمن على البدلاء النهارده اللي هيكونوا على مقاعد بدلاء النادي الاهلي، علي لطفي واحمد نبيل كوكا وولتر بواليا وصلاح محسن وناصر ماهر ووليد سليمان ومحمود وحيد ومروان محسن واكرم توفيق. مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يجتمع مع
والتر بواليا، قعد في جلسه النهارده مع والتر بواليا، قال له مش عايزك تلتفت تماما لكل الاخبار اللي بتتقال، ركز في الملعب، الفرصه معاك، انت واحد من اللعيبه اللي انا بعتمد عليها، واحد من اللعيبه اللي ليها دور، هتكون ليها دور كبير جدا معانا. اعتقد ان شاء الله من الممكن النهارده تكون المباراه فرصه انطلاق لولتر بواليا. النهارده ايضا بيدير المباراه تحكيميا محمد معروف حكم الساحه، بيعاونوا محمد لطفي وخالد السيد والحكم الرابع صالح سلامه، اثنين لتقنيه الفيديو سيد شعبان وابراهيم محجوب. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح، كل التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله. زي ما كنت بتكلم، اراده، عزيمه، اصرار، روح الفانيلا الحمراء لازم نشوفها في الماتشات اللي جايه، بدايه من ماتش النهارده لازم يبقى فيه شراسه دفاعيه وهجوميه. انت فريق بتلعب على بطوله، نادي الاهلي بطل، يا ما كسبنا بجول، يا ما كسبنا بفرق جول، يا ما كسبنا بطولات ومباريات بفرق هدف، يا ما كتير عملنا كده على مدار جميع الاجيال. اتمنى ان شاء الله من بدايه من مباراه النهارده، برغم الغيابات والاصابات والضغوط اللي احنا بنتعرض لها، اتمنى ان روح الفانيلا الحمراء تظهر من مباراه اليوم ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار جدا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نرحب بضيوفنا معانا تشكيل النادي الاهلي، محمد الشناوي حارس المرمى، احمد رمضان بكم ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، والاثنين اللي في القلب رامي ربيعه وياسر ابراهيم، خط الوسط الدفاعي اليو ديانج عمرو السوليه، وثلاثي الامامي طاهر محمد طاهر قفشه حسين الشحات ومهاجم وحيد محمد شريف. نقوله مره ثانيه، محمد الشناوي حراس المرمى، محمد هاني واحمد رمضان بكم على الطرفين، ظهير ايمن وظهير ايسر، اثنين اللي في القلب رامي ربيعه وياسر ابراهيم، خط الوسط الدفاعي اليو ديانج عمرو السوليه، خط الوسط الامامي والهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، وقفشه في النص، وقدام محمد شريف مهاجم وحيد. البدلاء علي لطفي، احمد كوكا، محمود وحيد، وليد سليمان، ناصر ماهر، اكرم توفيق، والتر بواليا، مروان محسن، وصلاح محسن. دلوقتي نرحب بقى بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. اهلا بيك كابتن، ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. كابتن علاء ميهوب نورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. ايمن اهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك كابتن منورنا. اهلا وسهلا. كابتن احمد بلال منورنا كابتن، اهلا بيك كابتن ايمن، ربنا يخليك. كابتن شريف، يمكن الماتش النهارده قد يبدو للبعض انه سهل، ولكن بصراحه هو صعب جدا، وخصوصا ان هو جاي بعد فقدان نقطتين غاليتين للمباراة اللي فاتت، وبعد خسارة نادي الزمالك لنقطتين بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا علاء كان ماتش من ماتشين كده قال لي بقولة عجبتني جدا، قال لي هناك مباريات تكسب ولا تلعب. أي. فأنت في حالة إجهاد شديد وتدوير جوه الفريق كل يوم بشكل جديد، كل يوم بتبحث على احسن لاعبين يقدروا يقدموا لك ال 45 دقيقه الاولى اللي هي يكون فيها التفوق والسبق في التهديف. في بيبقى حاله للجهاز الفني بتوفيق مع اللاعبين، وفي حاله بتبقى انت خفيه عنك، ممكن لاعب يبقى على مشارف ان يكون عنده شد على اي شكل، عنده ارهاق، عنده لاعب تاني مش جاهز من اللعيبه اللي احنا كلنا بنادي بيها مثلا
زي وليد سليمان، زي مروان محسن، زي صلاح محسن. دايما بنقول البدائل الجيده دي تبقى ليه بتعمل فارق دايما في التغييرات اللي احنا بنعملها، بس احنا بنبحث دايما على سبق التهديف، على الوجود في الشوط الاولاني، على الاحتفاظ بالتفوق، الاحتفاظ بالثلاث نقاط من اول 20 دقيقه اللي احنا شفناها قبل كده في مباريات، ويستطيع اللاعبين دول ان هم يثبتوا الشكل ده النادي الاهلي. دايما بعد كل ازمه زي ما انت بتقول نقطتين بيروحوا، او مباراه بنخسرها، او تاخر في اي حاجه، انما الظروف بتساعدك مع المنافس، فدايما انت بيبقى عندك الحافز، عندك النهارده المعطيات الاكتر انك انت يبقى عندك تركيز في اللعب، عندك شكل في عدم الميز باس كتير. برمضان انا والاجهاد ده انا بعمل حسابه كتير قوي، لعيبه برده بتبقى طول النهار صايمه وبعدين تيجي تاكل فجاه بعدها بساعه ولا ساعه ونص، اقول له انزل اعمل مجهود كبير، برده بتفرق مع لعيب كده شويه. هنتكلم وهنقول وهنشوف من اللعيبه اللي موجوده دي اللي انا شايفهم الحقيقه النهارده التشكيل اللي موجود ده اعتقد تشكيل امثل بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين نفسهم. سولاي رايح شويه ورجع، ديانج بيخش دايما، هو الفورمه هو الاساس العمود الفقري اللي انا بحترم دايما وجوده في الملعب، بيديني مجهود بطبيعته، طبيعته كده بهذا الشكل. بالنسبه لطاهر وحسين الشحات وقفشه ومحمد شريف، دول المطلوب منهم التركيز والتهديف واستغلال الفرص. واهم ما في الموضوع النهارده بالنسبه ان انت بتلاقي فرقه المحله اللي بقى عندها مجهود وافر وبيركزوا وبيبقوا على ارضهم وعايزين يعملوا كل حاجه، انك انت تباغت وانك تحتفظ بكل الفرص اللي بتجيلك تترجمها لاهداف. فهو ده اللي انا بتمناه النهارده في اول 20 دقيقه 30 دقيقه، يكون الاهلي هو صاحب الكلمه الكبيره في الملعب وصاحب الاهداف باذن الله. كابتن علاء، يمكن الحاجه اللي انا عايز اقولها ان الماتش اللي فات يمكن خسرنا نقطتين كنا الاقدر بيهم، ولكن في حاجه المفروض احنا تعودنا عليها. احنا بنقول دايما ان النادي الاهلي بيبص لنفسه بس، ولكن في بعض المواقف الصعبه زي اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، وان انت كل مباراتين مباراه، اكيد كل يومين مباراه، اكيد هيجي لك وقت ممكن تفقد نقطتين، ممكن تخسر مباراه، فلازم تستغل تعثر المنافس اللي قدامك. على فكره هو مش عيب طبعا، لما في عندك الدنيا كلها كده في كل الدوريات كده بشوف اقرب منافس ليا وانا عايز استغل اي سقوط لي او اي تعثر لي. حصل مع مباراه المقاولين والزمالك، حصل تعثر للزمالك، لكن ما استغلتش انت التعثر ده ايمن في المباراه الغريبه بتاعت الجونه، غريبه جدا طبعا، لكن في الاداء في النتيجه في الشكل عامه. لكن اللي انا متاكد منه ان اللي حصل في الجونه ده كويس انه حصل، لان اللي حصل ما فيش حد كتير كان معجب بيه، ولا مستر موسيماني ولا اللعيبه نفسها كانت ازاي ظهر بالمظهر ده وازاي ضيعوا نقطتين في سباق الدوري. اعتقد النهارده الموضوع مختلف تماما، هتلاقي في بدايه جديده، في حماس، في ان هو انا عايز اخلص المباراه بسرعه. لما كابتن شريف كان بيتكلم لازم بعد ما اجيب هدف اتعود ازاي بعد هدف، لازم اجيب هدف اثنين وثلاثه وقت المباراه تماما. 1-0 ايمن نتيجه مش مطمئنه. انت كنت بتتكلم في الانترو احنا في لحظات كتير قوي كنا بنكسب 1-0 ونقدر نحافظ على الهدف. احنا خدنا بطوله الدوري سنه كام؟ 89 كانت مع بايتس. حتى كسبنا اخر مباراه كانت الزمالك، الاهلي والزمالك 1-0، كان 1-0 بس. ده مين اللي جاب الجول؟ تقريبا انا. طيب كويس، وحافظنا على الهدف وكملنا. لكن هي مش عارف يا ايمن، بتبقى مواسم او فترات. لكن اللي انا عايز اقوله ان انت المباراه اللي فاتت ضايقتك في حاجه ايمن، مع الاحترام الكامل للجونه، منافس كان بعيد كل البعد عن مستواه تماما، اضعف مره اشوف فيها الجونه المباراه السابقه. صحيح، وانت ضيعت نقطتين. عشان كده بقول لك النهارده المنافس اقوى، اشرس، هتلاقي مجهود كبير قوي زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، بيجروا كتير جدا، مركزين كويس قوي. مظبوط، عندهم حاجه كمان حلوه قوي، ان الاهلي هيلعب في المحله النهارده بعد تقريبا 10 سنين او حاجه زي كده، فبالنسبه لهم دفعه. ما فيش جمهور، لكن في المحله الموضوع بيختلف تماما. لكن لما نيجي نتكلم في مباراه فنيه، اللي انا متاكد منه حاجه بس يعني انا لامسها، ان النهارده هتلاقي بدايه للنادي الاهلي غير مباراه الجونه خالص. هو بس الاهلي لعب طنط على الملعب ده السنه اللي فاتت، طنط لكن المحله لا، مش المحله، بتكلم على المحله. ايوه مظبوط، يعني المحله كمحله. صحيح كابتن عادل، يمكن مباراه النهارده لا بديل فيها عن الفوز، يعني اي حاجه ثانيه غير مقبوله، حتى وان كنت بتعاني من الاجهاد او بتعاني ان بعض اللعيبه بقى لهم فتره ما بيلعبوش مع بعض. اكيد، بس هو في نقطه مهمه كابتن ايمن عايز اقول لك عليها. الاداء في ظل التدوير اللعيبه بيبقى ممكن يكون في هزه شويه مع كل الانديه، بالذات الانديه الكبيره. يمكن مباراه النهارده
احنا شايفين 6 لعيبه ما كانوش بيلعبوا بداوا المباراه اللي فاتت، اللي هو كوكا ومحمد سمير ومحمد هاني واكرم وناصر ماهر وكهربا. انت عارف تكلم في 6 لعيبه اتغيروا، والماتش اللي فات كان في 5 لعيبه متغيرين. فهي دي بس المشكله عندك في عدم اللي هو الانسجام الوقتي. انت في خلي بالك لعيبه الكوره ممكن فرقه الكوره الواحده ممكن تكون في فتره من الفترات بيبقى عندها تجانس وتناغم كبير حتى عشان بيلعبوا كتير مع بعض. أي. لكن لما بتلاقي تدوير، التدوير يعني يمكن التدوير انا بحسه ان في كل خط المفترض انك انت تدور واحد مش اكتر من واحد، يعني يبقوا 3 يبقوا 4، لما بتبقى 6 بيحصل فيه عدم تناغم شويه في الموضوع. لكن في الاخر عايز اقول لك ان النهارده انت ما تستحملش اي ضياع اي بنت. الماتش اللي فات انت ضيعت من ايدك بنتين سهل جدا جدا جدا. ليه؟ علشان ما قدرتش تحافظ على الهدف، لان انت ضيعت فاللي بيضيع يلاقي. فالنهارده ان شاء الله النادي الاهلي من البدايه عايز يكسب المباراه لازم يمتص حماس المحله. المحله طول عمرها اول 10 دقائق بيبقوا خاطرين جدا جدا لحد ما الحماس يفطر عندهم شويه. النادي الاهلي النهارده لو اراد انه يحرز هدف لازم يغطيه، علشان حته انه طول الوقت بيلعب على هدف واحد انا من وجهه نظري في ظل الاجهاد ما بتبقاش مضمونه 100%. صحيح. كان بلال يمكن ماتش النهارده تصحيح لما حدث من اخطاء المباراه اللي فاتت، ولكن في النهايه انت ما بتدورش على الاداء بقدر سعيك لل3 نقاط. طبعا. خليني اقول ان بطوله الدوري الماتشات الكتيره بتلعبها في بطوله الدوري اللي بيحسمها الماتشات الصغيره مش الماتشات الكبيره. انت النقاط اللي بتفتقدها لو بتفقدها من الماتشات الصغيره دي يا بتضيع الدوري يا لما بتاخدها والفرق والخصم والخصم بتاعك بيفقدها بيكسبك الدوري. فانت لازم كل مباراه بالنسبه لك المفترض ان هي تكون سهله، ومفيش مباراه طبعا سهله جدا في بطوله الدوري العام، ولكن انا بقول مقياسا بالاداء والامكانيات والقدرات الفنيه والتاكتس والحاجات دي كلها في فرق بتفوق فرق. فانت النهارده الفرق اللي بتلعبها وانت متغلب عليها بامكانيات وقدرات لازم تكسبها، لازم تخلصها. ما ينفعش ان انت تفقد 3 نقاط في سموحه في مباراه انت الافضل والاحسن والاقوى فيها. ما ينفعش ان انت تفقد نقطتين في الجونه، مباراه الجونه يمكن مباراه الجونه كلها ما راحتش على المرمى بتاعك غير بالكره اللي اتلعبت دي وسجلوا منها هدف. فدي المباراه يا كابتن. طبعا كره ثابته. وماتش سموحه برده نفس الحكايه، ما نفس ما سموحه احنا قلنا على سموحه 3 نقاط في سموحه ونقطتين مع الجونه. في ماتشين 6 نقاط مضمونين للنادي الاهلي. الحاجات دي هي اللي بتخليك تاخد دوري او تفقد دوري او تخسر دوري. النهارده الزمالك بيخسر، فرصه بالنسبه لك كبيره انك تكسب النهارده، فتحط ضغط عليه، فبالتالي معنوياته تنزل يلعب المباراه اللي بعديها مضغوط. انت كل ما بتقرب من الزمالك كل ما هو بيبقى مضغوط، ماتشاته كلها بتبقى صعبه بالنسبه له. النهارده لازم تستغل زي ما الكباتن قالوا، لازم نستغل اخطاء وتعادلات وفقدان الخصم للنقاط. دي حاجه مهمه مزبوط. جدا في بطولات الدوري العالم كله بيشتغل على دي مزبوط. مش بس المباريات اللي هي الهيد تو هيد هي دي اللي بتكسب فيها فبتخلص الدوري مزبوط. فالنهارده لازم نستغل تعثر الزمالك في المباراه اللي فاتت ونكسب النهارده، فبالتالي تحط ضغط على الزمالك يبقى انت متفوق عليه حتى معنويا، مش هنتكلم في النقاط صح. يبقى معنويا انت متفوق على الزمالك، فيلعب ماتشاته كلها بعد كده وهو مضغوط. الاهلي النهارده في مباراه يعني من وجهه نظري سهله تكتيكيا ولكنها صعبه جدا 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 كروح قتاليه في الملعب، لان المحله زي ما قال كابتن عادل من شويه احنا ما لعبناش المحله في المحله بقالنا زمن. النهارده فرصه بالنسبه لهم، بيلعبوا النادي الاهلي، بيلعبوا بطل الدوري، بطل افريقيا، كل واحد فيهم هيبقى عنده روحين في الملعب مش روح واحده. فانت عشان تتغلب على الفرقه اللي زي دي لازم من اول دقيقه تفرض شخصيتك في الملعب. لو الاهلي فرض شخصيته من بدايه اللقاء في الملعب اعتقد الفرق الصغيره بتتاثر بالحاجات دي. صحيح. كره في العارضه، هجمه سريعه، هدف بتحرزه في بدايه اللقاء، بتضغط عليهم، بتستحوذ كتير، بيفقدوا هم الكره بسرعه من الضغط بتاعك، هتخلي فرقه المحله ينكمشوا في نص ملعبهم، فبالتالي مش هيكون لهم تواجد. انما الفرق الصغيره مع احترامي طبعا للمحله، انا بتكلم على فنيا يعني طبعا. لما بتديهم مساحه في الملعب والوقت بيطول بيك بالتعادل بينتعش وبيبقى عندهم روح عاليه جدا. صح. خلاص يعني زي مباراه الزمالك بالظبط، هم دخلوا الزمالك سجل هدف فهم تعادلوا، عندهم مساحات في الملعب، الوقت ممطوط، الوقت بالنسبه لهم جيد، بالنسبه للزمالك هو اللي مضغوط، فبالتالي قدر ان هو من هجمه عشوائيه ومن هجمه مرتده قدر يسجل الهدف الثاني. فمش عايزين نسمح للمحله ان يخش مع الاهلي في صراع داخل الملعب، ان يخش مع الاهلي يبقى عنده الوقت وعنده الامكانيات وعنده الزمن ان هو يخش مع النادي الاهلي يبقى عنده 30 دقيقه وعنده شوط متعادل فيه. لابد من البدايه انك تضغط، لابد من البدايه انك تسجل. لو اتيحت فرصه ودي هناكد عليها برضو للمره الالف
لما تتاح فرصه في الماتشات اللي زي دي المخنوقه لازم تسجل فيها هدف. صحيح. لان الاهداف في الماتشات ليها قيمه كبيره جدا جدا. لازم الشراسه سواء هجوميا او دفاعيا. طبعا 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 الفرق الكبيره ما ينفعش انك كل مباراه يدخل فيك هدف، ما ينفعش. صحيح. صحيح. يعني ان لم تحرز اهداف ما ينفعش يتسجل فيك هدف. مظبوط. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار عن تشكيل الفرقتين وطريقه اللعب، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونقول بالمره تشكيل فريق غزل المحله. عمرو شعبان لحراسه المرمى، على الطرفين هاني عادل ناحيه اليمين، فتحي مبروك ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب احمد عيد تمساح ومحمد فتح الله، قدامهم اثنين وسط دفاعي احمد النادري واشرف سيد، ثلاثه اللي قدامهم على الاطراف احمد اباظه وعبده يحيى ناحيه اليمين، وعنا على عبده يحيى ده شويه، وفي القلب وفي وسطهم هشام عادل وراس حربه اسلام فؤاد. كابتن شريف، شفنا تشكيل النادي الاهلي وتشكيل المحله، يمكن المحله بيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1، ولكن اعتقد ان هو مش هيبادر النهارده ان هو يهاجم النادي الاهلي من قدام. لا، هو المحله هيلعب على وتيره واحده بالروح بالملعب اللي هو موجود فيه. بيلعب قدام فريق كبير زي النادي الاهلي، عارف ان هو عشان يبقى له وجود لازم يبقى له سبق التهديف. يقدر يجرح بهدف او اي حاجه يخليه الحماس اللي عنده والسرعات اللي عنده، زي ما انت قلت خد بالكم من عبده يحيى ده سريع جدا ومتحرك وبيعمل مشاكل كتير لكل الفرق. فهو ده امل المحله ان هي على ارضها ان هي تثبت ان هي ليها احقيه في احراز اهداف يعني. وده اللي كلموا فيه كباتن، ان ممنوع انك انت اي فرقه زي دي بتلعب معاها ان يكون ليها سبق تهديف او ليها وجود معاك اصلا. هو بالمناسبه كابتن شريف، النادي غزل المحله جاب 16 هدف وعليه 18 هدف، ده في 18 مباراه، يعني تقريبا شباكه بتستقبل هدف في كل مباراه. هو بص ايمن، المحله اكتسب من الماتشات اللي فاتت كلها خبره الدرجه الاولى، خبره انك بتلعب في الممتاز. يعني كان معاه كل العذر في الماتشات الاولانيه ان هو المدربين اللي كانوا بيمسكوه بيحاولوا يعملوا تيم، يحاولوا يرجعوا تاني للاضواء، بيحاولوا يواجهوا الفرق اللي هي اعتقد انها متميزه وبتلعب فرق كبيره زي بيراميدز زي الزمالك زي كل الناس. ومع ذلك عملوا مع الزمالك مباراه خطفوا الزمالك فيها وتعادلوا مع بيراميدز 2-2. فهي فرق احنا ما نقدرش نصنف كل يوم النهارده هيبقى شكلها عامل ازاي، وخاصه في الظروف اللي احنا بنشوفها دي. انما على ارضه وقدام النادي الاهلي اعتقد ان ده عيد في المحله يعني. لازم الناس كلها، مش كل يوم هيبقى النادي الاهلي موجود عندنا يعني. بالنسبه للنادي الاهلي زي ما كباتن قالوا، انت النهارده لازم تستغل اقل الفرص. الفرقه اللي احنا شايفها دي اعتقد انها فرقه متميزه، اذا كان هنقارن فرديات وامكانيات اللي موجوده بين لعيب النادي الاهلي ولعيب المحله، اعتقد التفوق والتميز هيكون ليك انت في حاله واحده بس، انك انت يبقى بعيد الاجهاد عن دماغك، انك انت تقدر تنفذ الهجمات بتاعتك، تقدر اطرافك تشتغل مظبوط، تقدر تعمل امدادات، عندك لعيبه كويسه وتقدر تترجم اهداف من تصويبات من ثابته من كل شيء حتى خارج على البدلاء. عندك البدائل كمان تصنع الفارق، واتمنى ان احنا نشوف وليد سليمان النهارده باذن الله رب العالمين. ان هو يلعب 18 مباراه يتغلب بس 4 مباريات، فده معناه ان هم فرقه عندهم روح قتاليه عاليه داخل الملعب، ما بيخرجوش من المباراه مسلمين بلغه الكوره. فالنهارده اكيد هيلعب على رده فعل النادي الاهلي، لو النادي الاهلي اداله مساحات هيقدر يشتغل فيها، زي ما احنا اتفقنا ان هم عندهم سرعات على اطراف الملعب وبيشتغلوا على الهجمات المرتده بشكل جيد جدا. كابتن عادل اتكلم ان هو بره ملعبهم بيشتغلوا يعني بتشكيل هجومي، فبيشتغل ان هو بيهاجم وعايز يستحوذ وعايز ينتشر على اطراف الملعب، وانا شفت الاطراف بتاعتهم بتشتغل كويس جدا وبيعملوا كروسات كتيره جدا جدا. صحيح. في كل المباريات اللي لعبوها. فعايز اقول ان المحله هي ردة فعل النادي الاهلي النهارده، لازم من بدايه اللقاء الاهلي يبتدي ضاغط، لازم الاهلي ما يسيبلوش مساحه، ما يدولوش فرصه ان هو يشتغل على الهجمات المرتده، لانه خد بالك الفرق اللي زي دي لو راح واحد ضد واحد هيفضل طول المباراه هو عالي عليك جدا. لو خد منك كوره بضغط او بروح قتاليه هيفضل طول المباراه عالي عليك جدا. الحاجات المشتركه لازم تاخدها. صحيح. الحاجات دي بتفرق جدا مع الفرق الصغيره وبتفرق جدا مع الفرق الكبيره. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا.